الزمالك يعني كان في اسلوب النهارده كابتن شريف، حته اضاعه الوقت بشكل كبير. يعني شفت على مدار شوطين المباراه حته اضاعه الوقت، ان في لعيب ممكن يقع من غير سبب اصلا، ما فيش حد لمسه ويبتدي جزئيه. يعني في دي فرق شمال افريقيا مشهوره بيها. النهارده نادي الزمالك تعامل معاها بالشكل اللي احنا شفناه. طبعا بعد احراز الهدفين كانت عنده الجزئيه دي ان هو يضيع الوقت، لان هو عارف فريق نادي الاهلي بيرجع في وقت سريع وبمنتهى السرعه، فدي كانت ممكن تكون سلاح من اسلحه نادي الزمالك النهارده. الطف واحده بتاع الجنش لما كل ما يلاقي الضغط عليه وكلام من ده يروح واقع ويعمل ايده كده ويقول لك انا هغير وخد لك 5 دقائق قبل ما ياخد القرار فيه انه هيغير ولا يلعب. هما كان النهارده لقوا نفسهم في نعمه من السماء، يعني ان بهدفين متقدمين فحاولوا بكل شتى الطرق ان هم يكون لهم سبق الاحتفاظ بالهدفين دول والخروج بالمباراه قدام جماهيرهم وقدام ادارتهم وقدام الجهاز الفني لخالد جلال والجديد يعني والباقي، يعني ان هم قدروا يكسبوا مباراه نادي الاهلي بعد 11 سنه زي ما انت قلت. كل ده كوم، واللي حصل في المباراه ان كل ما الحكم يدي قرار يجري عليه 5 6 لعيبه رافضين القرار ده، شكل طبعا العشوائيه والجوجاء والهوجاء وكل اللعيبه، حتى من اللعيبه زي ما قال عادل لعيبه بتاعت منتخب مصر، الراجل اللي اسمه طارق حامد ده منصب نفسه رئيس مجلس اداره المباراه، يعني اي حاجه تحصل في الماتش يجري على الحكم، اي لعيب من عنده يجرى له اي حاجه. اه بص منظر غير عادي جدا، هو ويشوح له وانت مش عارف ايه، وياخدوا كلمتين على الفاول وكلمتين على ضربه الجزاء الصحيحه 100%، وده يكلمه وده يكلمه وده يكلمه، بيكلموه يقولوا له ايه؟ عايزين نعرف احنا مش فاهمين. هم بيكلموا الراجل بيقولوا له ايه؟ احنا برضو مش فاهمين. حتى معروف يوسف ده اللي ما بيتكلمش خالص اصبح يعني لقى نفسه واقف لوحده، فوصل ان هو بيتكلم معاهم كمان. مين دول بقى وايه بيقولوا ايه والحاجات دي والشكل بص بيمسك ايد الحكم طبعا، ده لو زي عادل قال لو حكم اجنبي كان رماه بره. ف ليه الشكل اللي احنا عملناه ده والكره زي ما انت شايف موقفه بيمين بايده اليمين وايده الشمال، يعني ما فيهاش حوار خالص. وبعدين يا جماعه دايما اعكسوا الايه، لو البينالتي ده على النادي الاهلي النادي الاهلي ما بيتكلمش ولا اللعيبه عندها اي تصريح، بص من جميع الزوايا بينالتي ما عندناش اي حاجه. ضربه جزاء صحيحه بس عشان مثلا ما فيش شك في الكلام ده، الناس تشوف بس الدنيا ماشيه ازاي. لعيبه النادي الاهلي بتزق، لعيبه النادي الاهلي بتتضرب، لا مش عايز اللعيب يبقى عنده يا كابتن فاروق رياكشن، ما انت كنت لعيب وعارف. انا لو واحد كان لمسني كده في البتاع تخيل النهارده كنت شايف ان في 10 انذارات في هذا اللقاء، ومدي 6 للاهلي و4 للزمالك، كم من العدد الانذارات كبير النهارده. يعني عشان ارضاء للعيبه اللي هي بتعترض كل الاعتراض دي. شوف العكس كمان، دي الاهلي 6 انذارات والزمالك 4. فاللي انا عايز اقوله لك ماشي الزمالك كسب النهارده بعد 11 سنه والكلام من ده، احنا متشكرين يا عم انك هتوقفني على ارض صلبه بعد كده عشان اشوف الماتشات البطولات اللي انا باخدها. انا مش راجل بتاع ماتش ملوش اي لازمه عندي ان انا اكسب 3 نقاط. لقاء بين الاهلي والزمالك عادي جدا ان هو كسبني وكل حاجه وباركنا له على فكره، انما لا نبارك لنادي الزمالك على هذا الاسلوب وهذا الشكل اللي هو موجود في الملعب الحقيقه، لانه افسد طبيعه المباراه اللي احنا كلنا بنقول قبل المباراه نتمنى ان هم كلهم يساعدوا الحكم. وانت جايب هنا سمير عثمان قبل بتاع، اتمنى الراجل كمان ان الشكل بتاع المباراه يطلع لسه. انا هاخد عشان يعني راي كابتن سمير في جزئيه عشان نطلع باسلوب اللاعبين بيقولوا ايه المغامره ان انت تجيب حكم مصري. امال ايه؟ طيب ما انت خليتوها مغامره، فرصه جيده جدا يعني فرصه جيده ان احنا نلعب زي كده. طبعا ما تبقاش زيها زي كل الحاجات اللي احنا مش عارفين نوصل بيها. طيب خلينا نكلم كابتن